في الاعصار دانيال يوم 11 تسعة كانت مدينة شحات تعرضت حتى هي لعاصفة شديدة ولسيل جرف معها مكان جديد وفتح لنا موقع جديد هو عبارة عن قناة مياه أعتقد هي تعود للفترة الرومانية هو اكتشاف يعتبر مميز للمدينه وهو يعني المدينه نفسها هي مسجله في اليونسكو فنعتبره ان قيمه من القيم اللي هن للبقاء المدينه وترسيخها في 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 منظمه اليونسكو